أهلا وسهلا بكم في القناة، أهلا بكم مشاهدي الكرام، مرحبا بالجميع، مرحبا بالحضور في قناة غرفة لطيفة ثيرموميكس. اليوم بحول الله موعدنا مع وصفة خبز باغيت رائع، غزال تيشهي محشي ولا أروع في المذاق تاعو وفي الشكل تاعو. يمكننا نقدموه في وقت اللمجة للوليدات، نديوه لنزهة أو خرجة خاصة نحنا في العطلة الصيفية، تنبغيو نديو معنا هكذا وصفات مصوبة ما فيها عذاب، وتمكننا نقدموه مرفوق بحساء أو شوربة لوجبة العشاء، رائع في الشكل تاعو. فإذا كنتو أول مرة تتشوفوا القناة مرحبا بكم، هذه الوجبة باش تعملوا اشتراك وتنضموا إلينا القناة، وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما تنزل في القناة. ولا كنتو من الأوفياء القناة تنجدد ترحاب بكم. واللي تيرغب في وصفات بدون الروبوت ثيرموميكس يدخل صندوق الوصف يشوف رابط قناة غسيل الشاف لطيفة، فالرابط في صندوق الوصف في عنوان هذه الوصفة، تنتقاسم معكم فيها عدة وصفات بدون الروبوت ثيرموميكس. ندوزو نكتشفوا المقادير وطريقة التحضير البسيطة باش نوجدو هذا الخبز المحشي. بحاجتنا بحول الله للعجين، بحاجتنا 125 غرام تاع الطحين الأبيض متعدد استعمالات، 125 غرام تاع الفينو أو طحين الصلب الكامل، يمكننا نعوضوها بسميد الرقيق، 5 غرام تاع السكر يمكنكم تعوضوها بالعسل، الملح حسب الذوق، والخميرة ما بين 5 غرام حتى 10 غرام حسب الجو، إذا كنتو في البرد ديروا 10 غرام، و 15 غرام تاع زيت الزيتون، وبطبيعة الحال كمية من الماء للعجين. الروبوت ثيرموميكس غادي نديرو الخميرة ونزيدو السكر ونزيدو 130 غرام تاع الماء، و ندوزو باش ندفيو هاد الماء وندخلو الخميرة في التفاعل، غادي نسدو وندوزو نبرمجو دقيقتين، الحرارة 37 لتتفاعل فيها الخميرة وما نفوتوهاش باش ما تموتش لينا الخميرة، وتوقيت 2 جوج. الخميرة تاعنا هي تخلطات مع السكر والماء تاعنا دفا، غادي نزيدو نوعين تاع الطحين، انواع بجوج تاع الطحين نزيدوهم في نفس الوقت، نكونو غطينا الخميرة، نزيدو الملحة، ضروري تكون هي في الاخير ما ديروهاش مع الخميرة حيت تنقص مفعول الخميرة، نزيدو الزيت، نسدو وندوزو للدلك 3 تاع دقائق. السبولة، بعد ما تدلك العجين كيف تشوفوا معايا نخليوها في الروبو 10 دقائق، من حيث ضروري تخمر الخمرة الأولى نغطيو عليها ونخليوها. نشكلو من العجين كويرات اللي غادي تعطينا دي باغيت متساوية في الحجم وفي الوزن، نخليوها ترتاح وندوزو نوجدو الحشوة. بالنسبة للحشوة استعملنا المرتديلة الديك الرومي الحارة واللي ماشي حارة، وحكيناهم شوية غلاط باش يبقاو باينين لينا في الخبز، ثم الفرماج الأحمر تا هو المحكوك، حرصوا على أنكم تحكوا المرتديلة غليظة باش تبان لكم مزيان في الخبز. واستعملنا منسيمات جوج الانواع، وحده لا سيبولات وحده الزعتر، كره من الكرات على طاوله العمل، اذا كانت الكره تلصق لكم رشوا شويه طاوله العمل بشويه تاع الطحين، نحصل على
مربع حاولوا ما تكونش العجين غليظة، واحد 3 مليمات، ونجي نديرو الحشوة، واحد الكمية مهمة. هنا عندي الحشوة الحارة، نديرو فرماج. انا ما عطيتكمش الكمية، كل واحد يدير الكمية اللي بغى. الحارة غادي نقسمها بالسيبولات ونجمعوا الكل. هاد الفتحة غادي نجيو نقرصوها بحال هكا، باش نسدوها. نجيو هنا الجناب نسدوهم بحال هكدا، غير تنوركو عليهم بحال هكا وندورو شوية باش نعطيوها شكل تاع باقي. من بعد ما نشكلوا الباكيت تاعنا، ندوزو نحطوها على لاطا مغطينها بورق الطبخ او بالسيليكون. ندهنوا الباكيت مزيان بزيت العود او زيت الزيتون من جميع الجوانب. نميزوا الحارة منها نوع من زرارة، اما زنجلان او البابو. انا هنا عملت البابو باش نعرفوا الحار اللي ماشي حار. ثم بواحد الرازوار يكون نقي جديد نفلحوا الباكيت، خليهم يخمروا وندخلوهم يطيبوا عادي بحال الخبز فران، يكون سخون حتى يتحمروا من جميع الجوانب. كانت هذه هي وصفة اليوم، خبز محشي رائع، باغيت محشية بنينة لذيذة تيمكننا وحنا تنديروا الخبز اليومي تاعنا. نطرفوا شوية العجينة ونخرجوا منها هذا النوع الباغيت، حشوة بسيطة اقتصادية في المتناول كيف شفتوا معايا، ولا أروع البنات في المذاق تاعها. نقدموها للمجة وهكذا تنكونوا حيدنا وحنا تنعجنوا الخبز اليومي وجبة اللمجة، او نوجدوها باش نقدموها في وجبة العشاء. رائعة يا البنات هاد الطريقة، تتسلكنا وخاصة تنحيروا اش نوجدوا في الوجبات. فإلا عجبتكم الفكرة وعجبكم هاد الخبز جربوه، قدموه لوليدات تاعكم وقدموه حتى الضيوف تاعكم، ديوه معاكم للخرجات، فتيكون جامع راسو، ما كاين لا سوائل لا شي حاجه، لا شلاضه لا شي حاجه. خبيز ناشف محشي بنين لذيذ نقدمه للوليدات تاعنا وهما في الخرجه او في النزهه. وإلى عجبتكم الوصفة ما تبخلوش عليها بالبارتاج واللايك ووضع تعليقات، وتقسموا الوصفة مع الأهل والحباب باش تعم الفائدة. واللي ترغب في وصفات بدون الروبوت ثيرموميكس يدخل صندوق الوصف يشوف رابط قناة غوشية الشاف لطيفة، فالرابط في صندوق الوصف وفي عنوان هذه الوصفة. بصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات سهلة وبسيطة وفي المتناول.